جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول انني استعمل المفدحه وقد سمعت بانها بدعه، ولكني اعتبرها وسيله تذكير فقط، وكلما كانت عندي اجد لساني رطبا بذكر الله، واذا تركتها تركت ذلك العمل. فهل علي بهذه الطريقه، فهل عملي بهذه الطريقه يعد بدعه؟ كوني معذورين، جزاكم الله خيرا. المصبحه يجوز استعمالها لعد التسبيحات، الاستعانه بها على عد التسبيحات، كما يستعمل الحصى والأصابع لذلك، وعد التسبيح بالأصابع أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم إنهن مستنطقات عن الأصابع. فإذا كان يستعمل المسبحة لمجرد العد فقط فهذا مباح، وإن كان يستعملها لاعتقاد أن فيها فضيلة فهذا لا يجوز، لأنها ليس فيها فضيلة كما تقوله الصوفية ومن يقلدهم، يكون هذا من البدع. اعتقاد أن في المسبحة فضيلة وأن التسبيح بها أفضل هذا اعتقاد خرافي وبدعة لا دليل عليه. أما من اتخذ المسبحة للاستعانة بها على عد التسبيحات ولا يعتقد أن فيها فضيلة، وإنما يتخذها من باب المباحات، عد الحصى، عد التسبيح بالحصى وبالأصابع، فهذا أمر جائز. نعم.